قدس الآباتي سمعان أبو عبد الجزيل الوقار آبائي الكهنة الراهبات الفاضلات أيها الحفل الكريم صوت من أجل السلام هذا الكونشيرتو الذي يحتوي عصارة القيم والمبادئ الإنسانية والروحية التي تقطرت في وجدان أوركسترا وجوقة ناريغاتسي على مر هذه الأيام العصيبة وتفجرت موسيقى حبلى بعمق الإيمان ووضوح الرؤية وأمانة رسالة للإنسان والحياة وكأن النوتات تنساب بين أنامل قائدها الأب غيشي إلياس جانجي وأيادي العازفين وحناجر المرنمين الشباب مدراراً معطاء يخط الطريق لمن أضاع طريق الحياة بمعاناة جارفة فها هي الموسيقى تكشف لنا وجه الحقيقة المفقودة والنور الذي اكتنفه الظلام والعدالة التي أضحت عمياء لكن هذه الجوقة والأوركسترا ببراعة أدائهم وعظمة ألحان المؤلفين الذين سنغني تأليفهم لم تدع القدر ينسج خيوط القنوط بل ساعدت على بعث الأمل مجدداً في القلوب المنكسرة والنفوس الضالة في مجاهل العالم ومتاهات العلم وإغراءات المادة فنراها في تعرجات ألحانها تهمس حيناً وتثور أحياناً لتدلنا على درب فقدناه وحقيقة تناسيناها وحياة عبثنا بها وتعلن هذه الجوقة كاهناً ومرنمين بأن الحب تضحية وتفان والسعادة ذروة حبة مجانية والحياة أغنية تسطح بحب سرمدي وعطاء لا ينضب كحبات عنب سحقت في معصرة الحب الإلهي الإنساني لتصبح ترياق حياة أبدية اليوم سنغني أجمل المؤلفات فنكرم فيفالدي وموتزارت سنفضح الحناجر عالياً تحية لهم سنسكت المدافع ساعة من الزمن تحية للإنسان ستعلو أصواتنا أصوات الملائكة والقديسين تتجول أرواحنا كنسيم الربيع بين طاعة الكهنوت والإنسانية سنرى وجه الله الحنون يصغي مباركاً جهدنا سنعيش لحظات سماوية في أحضان الآب فالموسيقى لا تدخل في سبات العنف ولا يتعبها السفر عبر الأوجاع واللحن لم يكن يوماً حكراً على أحد من حقنا أن نرتقي بفكرنا وقلبنا ونخرج من قوقعة الدم هدفنا كان ولم يزل تقديم أفكار موسيقية جديدة كتبت منذ سنوات بالخروج عن القراءة التقليدية للنوتات لتتجدد من خلال مبدعيها ومحبيها وما سنقدمه لكم اليوم هو ذاك المزج العميق بين اللحن والفكر لأهم المؤلفين والموسيقيين الذين عبروا عن إنسانيتهم النبيلة وبين أشخاص يعيشون حاضرنا صاغوا الموسيقى بلغة عصرنا الحالي غايتنا من خلال هذا الكونشيرتو هو تقديم هذه الأفكار بحناجر شابة اختبرت معنى الأزمة وواجهتها لتخرج حاملة فكراً موسيقياً جديداً نتمنى لكم أمسية ممتعة ونرجو إطفاء الأجهزة الخلوية والمحافظة على الصمت أثناء الحفل وشكراً
Thank you.
أول شيء بحب أتشكر هالعدد الكبير من الناس. هاد بالأخير هو عبارة عن دليل إنه الله بيحبنا. أمام تحضير 5 أشهر، أمام شغل 5 أشهر لهالشباب طيب اللي شايفين قدامكم، كنا خايفين نطلع نعمل ريسيتال أو لا. بعدين فكرت أكثر، هالريسيتال ليش بده يصير ريسيتال طبيعي بس، خلينا يكون في معنا كمان أوركسترا. كان في عندي صعوبة كتير كبيرة حتى أقدر أأمن عزيفة. نشكر الله تأمنوا وكانوا نخبة شباب حلب. الصعوبة الثالثة المحل. اكتشفت إنه في كاهن جديد وصل لحلب، قلبه كتير كبير، هو أبونا إبراهيم الصباغ صاحب الكنيسة. بحب أوجه له صفقة كتير كبيرة لاستضافته لنا اليوم. كان في عندي كمان صعوبة مادية حتى أقدر أسكر هالحجم الكبير من العمل، فكمان كان في أبونا الياس عدس يلي دعمني بكل شيء عم تشوفوه موجود هون. بنفس الوقت بحب أشكر رعاية سيادة المطران بطرس مرياتي وقدس الأباتي سمعان أبو عبدو يلي حاضر معنا اليوم كمان. كل شيء عم تشوفوه اليوم هو عبارة عن محبة كبيرة من ربنا لكلياتنا. يمكن ربنا حبني بطريقة معينة حتى أعطاني فكرة إنه أعمل هيك شيء، بس بالأخير شفت إنه كل هالشيء اللي صاير هو ولا شيء، لأنه لو ما كانت فعلاً نعمته موجودة بقلبي وبقلب الأشخاص يلي اشتغلوا معي ما كنا وصلنا لهون أبداً. هالنعمة هي منا عبارة عن نعمة بتخليني بس أشوف حالي، أو بتخلينا كجوقة وكأوركسترا منشوف حالنا فقط، وإنما نعمة بتنفتح نحو الآخر. اليوم من خلال رسيتالنا عم نثبت للعالم إنه من خلال الموسيقى بيجتمع الكهنوت والقيم، وبيجتمع بنفس الوقت كل المعايير الإنسانية يلي بتخلينا نكون بشر أكثر، يلي بتخلينا نكون ناس أكثر. الشيء يلي بنفقده اليوم بمجتمعنا مش مازوت ولا كهرباء ولا مي، هدول أكيد شغلات ضرورية، ولكن لأي درجة فكرنا بالقيم يلي بتغير حياتنا من جوا؟ أكيد بدكم تقولوا لي إنه خلي يكون بالأول في عنا شغلات الأساسية وبعدين نفكر بباقي شغلات. بقول معكم حق، ولكن ربنا ما خلقنا حتى نموت، ربنا خلقنا حتى نعيش. والشيء اللي عم بتشوفوه اليوم هو عبارة عن ثقافة محبة بتضغى على حضارة الموت يلي موجودة برا، بتضغى بمليون مرة على كل شخص راد يقول إنه حلب انتهت، بتضغى على كل شخص قال إنه حلب ما تم فيه أبداً ناس، بتضغى على كل فكر وكل ثقافة بتدعي إنه يكون في مسيحيين درجة ثالثة أو رابعة، أو يكون في بشر درجة ثالثة أو رابعة. كلياتنا أبناء الله مين ما كنا نكون، وقلنا الحق بأنه نعيش العيشة اللي ربنا خلقنا إلها، العيشة اللي بتدعينا أنه نكون أشخاص منحب ومنحب. بتمنى لكم من خلال هالحفل بداية جديدة لطريق جديد منكتشف من خلاله قيم ومعايير جديدة عم نفتش عليها بحاجة لنا. هالقيم والمعايير هي يلي بدها تبني الإنسان الحلبي، الإنسان السوري الجديد. نتمنى لكم إنه تقضوا وقت حلو معنا. رح نعمل هلأ المانيفيكات لأنطونيو فيفالدي يلي هي بالعربي تعظم نفسي الرب، نشيد التعظيم.
النشيد التعظيمي هو نشيد طويل مثل ما بتعرفوا، فنحن رح نقدمه حاليا بعشر دقائق. بتمنى انه بين المقطوعة والمقطوعة ما يكون في اي تسفيق او اي مقاطعة، حتى نقدر نقدم فكرة العمل مثل ما هو. نحن ما لنا حفظانين شيء وجايين عم نردده، نحن عشنا شيء وهالشيء عم نجرب اليوم ننقلكم اياه بطريقة جديدة، بطريقة اختبروها الشباب، بطريقة حبوها الشباب. Thank you.
رح نقدم هلا مشان نعطيهم شوي استراحه للاوركسترا ترتيلتين اكابيلا هن المزامير الرب نوري وخلاصي وما احب مساكينك مكتوبين فقط للاصوات البشريه ما في معهم عزف الات فرح تسمعوا هلا بس الكورال عم يرتل هارموني مع بعضهم هي طريقه من الغناء من القرن السادس عشر عم نجرب اليوم ننقلها بس بطريقة حديثة ومعربة للعربي الألحان أبونا بولس الأشقر وتوزيع سكر لا تقتلني
مثل ما ملاحظين في على يمين الجوقة والأوركسترا لوحات فنية. هاللوحات حبيت أحطهم مش لأنه حتى أعبي محل، لأنه ما شاء الله الكنيسة مليانة، ولكن كان إني هدف منهم. هاللوحات هن من رسم شخص من الكورال عنا اسمه إلينا ماغاريان. ما شاء الله إلينا منا فقط في عندها فن من خلال الغني، ولكن أيضاً من خلال الرسم ومن خلال العزف. هي عازفة بيانو كمان محترفة كتير. إلينا بتكون بنت لمدام إيجيني أبيليان ماغاريان اللي كمان عم بترافقنا بإحساس رائع على البيانو. بحب نوجه لها صفقة كتير كبيرة. في 5 لوحات يمكن نحن طالعين ممكن نقرب شوي عليهم ونشوفهم أكثر. في لوحة بتحكي عن الغفران، في لوحة بتحكي عن الشخص المتنور، في لوحة الزرقاء الفوق بتحكي عن السكون. أنا كثير حبيتها لأنه تصوروا أنه في شخص ختيار قاعد بالمشتل الصغير، حتى الخشب يلي موجود على المقعد شايلينه عشان يدفوا عليه، فقاعد على الحديد فقط وبردان. في عنا كمان لوحة الغفوة، وبنفس الوقت عنا لوحة عابرون. بحب أحيي إلينا على هالفن الحلو يلي عندها، يلي هو منه فقط من خلال الرسم وإنما من خلال الموسيقى. ميرسي إلينا. شكرا أبونا، شكرا. رح نقدم هلأ مقطوعة فقط صوت السوبرانو والألتو، يعني صوت البنات مع الأوركسترا، اسمها ستابات ماتر دولوروزا. بتحكي عن مريم العذراء الواقفة تحت الصليب وناطرة ابنها لينزل من على الخشبة. كلماتها كتير معبرة لأنه فيها شوق، فيها حنين، وبنفس الوقت فيها حزن. بس هالحزن يلي موجود فيها منه حزن بيودي إلى الموت فقط، وإنما حزن بيودي إلى القيامة. عشان هيك حبيت نغنيها ونأديها اليوم.
لاحظت هلا انه الاوركسترا وقفت تعزف وحطينا بلاي باك تسجيل. صراحه هالمقطوعات منا اول مره عم نقدمها. هي من القداس الجنائزي لموزارت، الريكويم لموزارت. هالمره بما انه هي عباره عن اعمال صعبه فحبيت انه اكررها مرتين وثلاثه، بس هالمره حبيت لانه بحاجه انه يكون في معنى فيلارمونيك اوركسترا، يعني عباره عن 100 شخص عم يعزف، عشان هيك حبيت انه اسجلها بلاي باك وتطلع الموسيقى والكورال يرتل. هلا بدنا ننتقل للريكس ايها الملك، بدنا بعدين نروح للكونفوتاتيس يلي بتحكي عن النار، وبنفس الوقت فوكامي بحكي عن رحمه ربنا، واخر شيء نختم باللاكريموزا. Thank you.
جو موزارت نرجع لجو فيفالدي حتى نختم في هالاحتفال الكونشيرتو. Thank you.
الأباتي يعطينا بركته النهاية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. صوت من أجل السلام في حلب التي أبت، حلب الشهباء التي أبت أن تنام إلا أن تنهض من بين الركام وتقول كلمتها، كلمة السلام، كلمة أنا هنا ولن أموت. اليوم مع هذه الجوقة انتقلنا إلى عالم جديد، إلى عالم الحب والخلق والإبداع. في هذه الليلة انتقلنا إلى عالم الخلود، إلى عالم المحبة. يقول البابا فرانسيس: أن تعمل من أجل السلام هو عمل صعب، ولكن أن تعيش من أجل السلام هو عذاب. ولكن اليوم أن تغني من أجل السلام في حلب يتطلب العناء، يتطلب العمل، الجهد الكبير، ولكن ينقلنا إلى عالم الجمال. شكراً لك. شكراً لك أبونا الياس يغيشي الياس، نشكرك على كل شيء قمت فيه وتعب،
نشكر الموسيقيين العظماء يلي اليوم أبدعوا، نشكر الجوء بأصواتهم. هل 41 شخص إذا ماني مغلط كانوا واحد. المطلوب منا بحلب إن نكون كلمة وحدة من أجل السلام، هيك يسوع المسيح علمنا إن نكون واحد. هالشي تم باستقبال بهالبيت العظيم، استقبلنا. نشكر رؤسائه، الرئيس شكرا، نشكر اللي دعموا هالعمل، العمل الاجتماعي الماروني يلي بيرأسوا أبونا الياس عدس، كمان شكرا لإلكم. شكرا للجميع، لأنه الحضور هيدا هو حضور رائع ومميز من قبل الآباء، كل الكنائس، كل شخص هو موجود هون هو عمل تشجيع، وهو عم بيقول مرة جديدة للعالم ولكل واحد إنه حلب لن تموت أبداً، بل حلب مكمل المسيرة حتى النهاية. من 2014 سنة علمنا يسوع المسيح إن نحمل إنجيل السلام، إنجيل المحبة، إنجيل العطاء، إنجيل الأخوة من أرضنا من هون. ومن 1600 سنة علمنا إن نعيش مع بعضنا مع إخوتنا الإسلام، ما حدا رح يفرقنا إذا كنتوا أنتوا موجودين، معن أردنا العيش إسلام ومسيحي من 1600 سنة، وما حدا رح يفرقنا إطلاقاً بإذن الله. شكراً. من الموسيقى سرقتنا يا أبونا الياس، سرقتنا الليلة مع كل مقطوعة بطريقة فنية رائعة جداً، سرقتنا من الواقع، سرقتنا من معطوبيتنا، سرقتنا من عدمنا، وانتقلت فينا إلى الروح، إلى الألوهة، إلى الله. شكراً. بحب أختم بعد كلمة اتصل أباتي بآخر مقطوعة عملناها، نرجع نرددها. آخر مقطوعة بتحكي بآخر صلاة، كل صلاة نحن بنعملها بنقول كلمة أمين فليتحقق الشيء اللي قلناه. فبآخر شيء عبرجع بجمع الأقانيم الثلاثة يلي عم نصلي لهم، نرجع منضمهم ومنقلهم كلمة أمين، بس هالأمين طلع من القلب.